مطبخ الموز بيستعمل بكتير من أطباقه، ما كتير معروف بالوطن العربي. الشيف اليوم حيعلمنا أسرار المطبخ الصومالي. هاي ملك، هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ بشكر الله. شو محضرنا شيف اليوم؟ اليوم مطبخ صومالي اللي هو مطبخ افريقي، شرق افريقي. بس المطبخ الصومالي هو مطبخ عباره عن مطبخ مشكل من مطبخ الهندي العربي، لانه عنده حدود، عنده بيشوف اليمن بوجهه، البحر الاحمر هو بالاخر. بيشوف اليمن بوجهه، عنده تاثر بالمطبخ العربي والمطبخ الهندي كثير. اوكي، اليوم حنعمل اطباق منها سلطه العدس. سلطه العدس موجوده تقريبا بكل العالم، مزبوط، كمان مؤثر بالمطبخ الفرنساوي والمطبخ الايطالي اللي نقطع على عينين. فاليوم حنعمل سلطة عدس، حنعمل سمك كينج فيش اللي هو سمك العربي، بعتقد الكلمة هي كنعد. كنعد؟ اوكي، بس ضليها، خلينا نحكي على الكينج فيش. أوكي، اللي هو بيجي سمك بيشبه التونة من برا، بس مش احمر من جوا اللحمة تبعها، بتيجي بيضاء شوي. اكيد التريك تبعه بالطبخ تكون كثير شوي حساسة، يعني بنشف بسرعه، ما بتبي لانه ما في زيوت يمكن كثير. ايه، هو مش أوكي. سمك مدهن. حنعمل حد رز مع فستق، وبعدين حنعمل كوكيز وحنعمل كفته، بس حنشوف انه كثير بيستعملوا البهارات مثل العرب ومثل الهنود. اوكي، سو لانه هذا المطبخ اكيد متاثرين بالمطبخ الافريقي من ميله، خليط يعني من خلال الاستعمال الفواكه كثير بالاكل تبعهم. خصيصا عن الموز، حنبلش اول شيء بالدريسنج تبع تبع السلطه. حناخذ زيت سمسم، زيت السمسم فينا نستعمله مثلا بكل السلطات شيف؟ ايه اكيد، بس انتبه انه زيت السمسم الاكسباير ديت دغري بيخلص تبعه، فننتبه على طول على التاريخ تبعه. أوكي، بس نفتحه لازم نحط بمحل ما يكون معرض للحراره. ما فينا خل... مثلا نقلي او شيء بزيت السمسم؟ لا لا، بتستعمليه سوتيه. ايه، بس قلي لحال لا. ما فيك كثير، نقطة الاحتراق تبعه كثير واطي، بس هو كثير مفيد زيت السمسم. اكيد هلا كل الزيوت منيحه، لانه ما ننسى الاوميجاز الموجودين، بس اكيد ما يكون كمان بقلبه اشياء شو بيقولوا المشبعه، الزيوت المشبعه، لانه بس يحترق كل شيء دغري بيتشبع. الزيوت المشبعه بتصير تاذي. حناخذ معها شويه حامض، اليوم جبت صارت حامض جديده حلوه منيحه. اشتري وحده